הבוקר עשיתי את דרכי בציר קונטרה עד דמשק. זהו כביש אספלט. עד מלחמת יום הדין היה זה כביש צר עם כיתוב שבאמצעותו עשו החיילים הסוריים ולעיתים אף משקיפי האום את דרכם עד לגבול ממש. רק לפני חודשים אחדים עברו, כך אני מניח, בכביש זה שלושת טייסינו שחזרו מהשבי הסורי. נוף בלתי מוכר נפרס לנגד עיניי. ככל שאני מתקדם יותר, נראה לי הר חרמון גדול יותר ואימתני יותר. בצדי הדרך אני מבחין במוצב סורי שמעליו מתנוסס דגל ישראל ובעשרות אם לא במאות גרוטאות מפויחות של פלדה שרק אחר מחשבה שנייה ניתן להבחין במכונת המלחמה. טנקים, תותחים, ארוכי טווח, מסעיות אספקה ומכלי דלק. אני ממשיך להתקדם לעבר כפר סורי ולפתע התפוצצויות ופטריות עשן. אש עזה ניתכת מעלינו. יאללה. חבר'ה! אנחנו מטווחים בחייך, נו. כן, נו. עד שלא יגנרו, אל תתרומם. אתה ידעת כזאת? לא, אלא אנחנו הסתבכנו סתם. לא, לא. תקליט, תקליט, תקליט אותה. תקליט, כל הזמן נקליט. יאללה, יאללה, מה שהולך פה. לא יאומן. זה ממש על ידינו. ההפצצה נמשכה 10 דקות בקירוב. מטוס ישראלי חולף מעל לראשנו, וכעבור שניות אחדות שכחה האש, דבר שאפשר לנו לחזור בשלום. כאן יואל דר, השב זה עתה מציר קונטרה דמשק. أما عن أفراد عائلته فيقول الأسير نحن عائلتنا 9 بنات وفي صبية أصغر مني أنت متجوز؟ لا والله لا والله أما يعني أنا أكبر واحد في أدب بين أهلي بين عائلتي وأبوي بيشتغل حارس يعني ليلي وهل هو خائف من وقوعه في أسر الجيش الإسرائيلي؟ من إسرائيل؟ خايف؟ خايف والله هي انا يعني جيت هون ما يعني ما بعرف الاراضي كلها الله ماشيين بشرفي ما بعرف ايش الاراضي هي كلها ابدا وقد قدم احد الصحفيين من زملائي للاسير سيجاره ومن ثم الماء وقد شكرنا الاسير على ذلك سليم نجار من جبهه الجولان بينما تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقدمها داحرة القوات السورية بدأت الحياة الطبيعية في قرى هضبة الجولان الدرزية واليهودية تعود إلى حالتها الطبيعية وقد بدأ سكان القرى التعاونية بترميم الأضرار التي لحقت بالمنشآت أثناء أيام المعارك وأثناء تجوالي في قرية عين كينيا وبقعاته سجلت هذه الأحاديث ممكن تقول لي شو صار في اليوم الأول للمعركة؟ باليوم الأول اجت طائرات من هون طائرات سورية اسمها كيف وضربت المنطقة هاي بعدين صارت تضرب المدفعية في كانت خسائر بالأرواح؟ خسرنا واحد بس اسمك يا شاطر؟ حسين انت خفت من ضرب النار؟ ايه عمرك كم انت؟ 10 عمري عندك اخوات؟ ايه شو سويت لأخواتك؟ شو قلت لهم وقت ما سمعت ضرب النار؟ قلت لهم تعالوا نجمع حالنا ونطلع على بيت غير بيت يعني 3 طوابق هيك فوت تحت بالطابق التحتاني وخلال تجوالي في قرية بقعاتة التقيت بأحد السكان الذي تضرر منزله أنا مزيد أبو شبلي من قرية بقعاتة كنت أنا وعائلتي وأولادي 10 أنفس وبعد يعني كنا حاطين الأكل وعم ناكل وإلا المدفعية السورية بلشت تقصف فقلت للعائلة قلت له قومي لفي هالخبزات وخلينا نروح على دار فندي ابن عمي فمشينا صرنا نتلطى من حيط لحيط لحتى وصلنا للبيت لهونيك قل لي شو رأيك بالنسبة للمدفعية السورية بتركز النيران كانت بتركز في الأيام الأولى للمعارك نيرانها على السكان المدنيين العزل فنحن ما كناش متوقعين انه ولا كنا مصدقين ان المدافع السورية انه بيتركز على البيوت لحتى شفنا شوف عيوننا فلذلك من بعد ما شفنا وصار الحارة هاي كلها تضررت ما عاد عرفنا انه عم نأكد ومنحقق انه صحيح انها تركزت المدفعية السورية على البيوت الامنية والبيوت المدنية الحالة في القرية كيف هي؟
تحارب الكرة طبيعي العادي مثل ما كانت قبل. جيش الدفاع الإسرائيلي قدم لكم أي مساعدة؟ جيش الدفاع الإسرائيلي إجا الحاكم العسكري لهون وقال إذا اللي جوعان اللي عطشان نحن مستعدين نقدم له كل ما يلزم بأكل بشرب بكل شيء. فنحن هون في البلد قلنا له الحمد لله شبعانين، ما في عنا جوع ولا في عنا عطش ولا في عنا شيء. خلال الست أيام اللي مضوا عليها بالحرب هذول كل التقدم اللي تقدمناه من خلال الحرب الأيام الستة كله رجع. ليش؟ شو السبب؟ فقدنا بالسبب قصف المدفعية اللي تركز على قلب البلد. مدفعية مين؟ مدفعية تبع الجيش السوري. شو رأيك بالقصف مدن وكرة أهلية؟ هذا كله حرام، وكل دولة اللي هي عم تقصف المدني والشعب الآهل بالسكان الشعب السلمي الله ما بيوفقهاش، الله ضده، الله سبحانه وتعالى ضده، وصارت مكسورة الدول العربية لأجل القصف اللي عم تقصفه على الأهالي الآهلي بالسكان. من قرية بوكعتا توجه الميكروفون إلى قرية مجد الشمس التي تعد من أكبر القرى الدرزية في هضبة الجولان. على جانبي طريق وشاهد السكان يجتمعون ويتطلعون إلى السماء حيث تمر طائرات سلاح الجو المحملة بالقنابل وهي تتوجه إلى عمق الأراضي السورية بين حين وآخر. وهنا نلتقي بأحد السكان. كيف الوضع هلا؟ الحمد لله الوضع هادي وكويس. شو صار بالأيام الأولى للمعركة؟ صار بالأول شوية خطر بالنسبة من قذائف السوريين على البلد لهون وعلى السكان الأمني. كان في إصابات إشي؟ في إصابات نعم، وراح في الأرواح؟ في بالأرواح والمنشآت؟ والمنشآت. هلا كيف المعنوية؟ المعنوية كثير كويسة. هلا وقت منتو بتطلعوا إلى السماء وبتشاهدوا الطائرات الإسرائيلية وهي محملة بالقنابل بتتجه إلى سوريا، هل عندكم شعور خاص؟ كنا تحت الأرض وطلعنا لفوق، يعني كنا يعني متضايقين كتير من القصف السوري، وبعدين صرنا نعرف نحكي، صرنا نعرف نشرب وناكل، يعني كنا ميتين خالص من الخوف. وهلأ؟ هلأ صرنا مثل حديد. اسمع كيف العالم مبسوط هلأ كله. طيارات مين هذه؟ هاي طيارات إسرائيل طبعا. في غيرها عم يمرق من هون؟